كان فيها البدو لهم دور كبير جدا معانا، البدو البدو سيناء، وتحركنا كذا تحرك، منهم تحرك بقى لغايه ما وصلنا في مغاره منجنيس في جبل على بعد يعني ارتفاع عالي جدا شاق. يعني الجبل ده عباره عن جبل طلعنا له في 3 ايام يعني من مكان من منطقه يعني في في و تعايشنا وعشنا، وبدا ابو رؤوف يتعافى سنه بسنه مع الزمن لغايه شهر في التالي من غير ادويه من غير حاجه من غير اي. ودي كانت معجزه للمشير احمد اسماعيل الله يرحمه لما شافنا قال لك ده يطلع على طول، طلع على طول على المستشفى. آه. مش مصدق يعني برضه مواقف مش مصدق. الدكاتره شافوه قال ده معجزه من عند ربنا. واحد من غير عمليات يرجع تاني طبيعي بقى طبيعي ويعيش ويرجع طبيعي من عند ربنا. يعني بقول لحضرتك نص بوصه داخله من هنا كده مثلا طلع عباره حفره طلع من جسمه، كان مش عارف بيتبوء يعني ودم، لا كان حاجه حالته من اصعب. رجع ما شاء الله يعني عرفنا بعد كده، قال لك المنجنيز بيبقى فيه خاصيه ان ما فيش فيه الميكروبات والبكتيريا والكلام ده ارزاق، والفيروس ما بتعيش فيه، ودي فعلا حقيقي. فدي من ضمن الحاجات الغريبه جدا، هو تراب اسود كده. ربنا كرمه ورجعنا، فاحنا راجعين لقينا افرلاتنا ما كانتش افرلات. يعني افرول كله ما فيش، ده كل الماهر بتاعنا كده ما فيش خالص. فكنا بنقعد نخيط بقى الافرول الجيوب نفتحها ونحطها. واحنا راجعين فجأة علي بركات الله يرحمه وكانت معاه فاطمه مراته ومجموعه العرب، يعني قالوا انتوا لو رجعتوا كده الناس هتخاف، يعني اي حد يشوفكم هيخاف منظركم كده، فاحنا هنجيب لكم ملابس بتاعت أسرة اتأثرت قبل كده نقدر ايه تقدروا تلبسوه. فكان في الله يرحمه عادل فتاح نجم، نقيب عادل فتاح نجم من الابطال، كان صديق عزيز ومحترم، وابوه كان ضابط جيش محترم، كان حاجه جميله الله يرحمه. فما شفت جابوا لي الافرول، فانا قريت على البتلايت مكتوب عليها الاسم وبتاع، لقيته لما بتروح المكواجي فلقيته، ففرحت ان هو عايش، بس عرفت انه اتأثر. فقلت طب الحمد كويس انه عايش الحمد لله، وخدت الافرول. طبعا هو كان رفيع جدا، اما قيسه طبعا كان واسع عليا بقى، لان ساعتها ما كانش فيه، كان بقينا اجسامنا ما فيش خالص، كان 7 شهور من غير اكل ولا شو، يعني كنا بننزل نجيب الميه ونطلع ما حاجه، مثلا بنقعد بقى 6 ساعات نزول و6 ساعات طلوع، كنا نشرب نص الميه من لا كانت حاجه مش بسيطه، لان كنا بننزل الجبل، والجبل ده الوادي، يعني الوادي ده عباره عن جبل بالنسبه للجبل اللي بعده، نطلع جبل صغير وننزل جبل تاني وننزل جبل ثالث، لا رحله الموضوع صعب قوي. لا مش لا على الطبيعه حاجه تانية مختلفه طبعا حاجه مختلفه. لقيت ففرحت، المهم لبست الافرول ورجعت. بس انا عرفت ان السوشي الله يرحمه كان في لغم وهو راجع على جنوب سيناء عشان خاطر مع قوات الطوارئ والكلام من ده مع الجانب الاسرائيلي، عشان يشوفوا الجزء بتاع الشهداء فين والكلام من ده، يتبادلوا الجسامين بتاع الشهداء ومع الاسرائيليين، يعني دوم بتاع الاسرائيليين برضو يبلغوا عنهم. وهو نازل وفي الطريق لغم الله يرحمه استشهد فيه في 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 دي احزنني جدا لما رجعت للسلام. دايم الله يرحمه.